طبعا بالنسبة للتحول، عمان عندها عدة خطط واستراتيجيات. التحول في مصادر الطاقة، أعلننا 30% من مصدر الطاقة للكهرباء راح يكون طاقة متجددة بإذن الله بحلول عام 2030، و100% بحلول عام 2050. طبعا الوصول إلى 100% يحتاج إلى شراكات كثيرة جدا فيما يتعلق بتخزين الكهرباء وفيما يتعلق بنقل الكهرباء وتأثيرها على شبكة النقل وما شابه. فيما يتعلق بالتغير في الطاقة نفسها الغازية، أيضا العمل جاري طبعا وبتسارع كبير جدا للتحول إلى استخدام الهيدروجين الأخضر وأيضا جزء من الهيدروجين الأزرق كمرحلة انتقالية. الهدف من هذا كله هو إدخال الطاقة الجديدة إلى الصناعات، إدخال الطاقة الجديدة إلى إنتاج الكهرباء، معرفة التحديات اللي ممكن تواجه هذه المشاريع العملاقة. التحديات واضحة بشكل كبير، ولكن التغلب عليها يحتاج إلى شراكات كبيرة جدا. مؤتمر مثل هذا طبعا يساعدنا الوصول إلى شركاء حقيقيين ممكن نتعامل معهم في إيجاد حلول لهذه التحديات، إيجاد شراكات للتغلب عليها، ومن ثم الوصول إلى الهدف المنشود. يعني الكلمة الأساسية كانت أنه المشكلة أو التحدي ليس محليا لسلطنة عمان ولا إقليميا لمنطقة الخليج العربي، ولكن التحدي عالمي طبعا، والكل متأثر والكل سيتأثر في نهاية المطاف إذا ما واجهنا التحدي هذا بمنظوم متكامل. طيب يعني في هذا المجال اليوم سلطنة كم تقريبا تحدد إصدار استثمارات لهذا التحول اليوم بالنسبة للطاقة المتجددة؟ مثل ما ذكرت 30% من الإنتاج سيكون من الطاقة المتجددة. اليوم نحن وصلنا إلى حوالي 5%، في مشاريع راح يتم تدشينها بإذن الله بنهاية هذا العام وبداية العام القادم ممكن يوصلنا إلى 8 أو 9%. المشاريع اللي أعلننا عنها للإنتاج قبل نهاية 2028 بحيث أنها تكون جاهزة لـ 2030 ممكن توصلنا إلى حوالي 31%. الخطوة الثانية هي الدخول في عمليات التخزين بشكل أكبر، وهذا لسه ما ابتدأنا نشتغل عليه، بس ضروري جدا، وإلا الوصول إلى الهدف الأكبر من هذا راح يكون صعب. بالنسبة للهيدروجين طبعا وقعنا أكثر من 8 اتفاقيات مع شركات عالمية أو تحالفات عالمية. الاتفاقيات هذه ممكن توصلنا في الوقت الحالي إذا تم تنفيذها بالكامل إلى حوالي 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر. طبعا بعض منها ممكن يتأخر وبعض منها ممكن يتعثر، فلكن الهدف اللي حددناه هو 1 مليون طن، ونعتقد أنه هذا الهدف قابل للوصول إذا استمرينا بنفس الوتيرة وإذا استمرينا بنفس العزم وإذا استمرينا بنفس الوضع الحالي مع معرفة التحديات والتغلب عليها. بالنسبة لمحطة الهيدروجين اللي ذكرتيها، هي طبعا محطة تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر محليا في المحطة باستخدام طاقة متجددة أو طاقة نظيفة وتزويد سيارات المستخدمة محليا. الفكرة هي أنها تكون محطة تجريبية بحجم صغير، ولكن تثبت إمكانيات استخدام الهيدروجين. محطة متكاملة راح يكون فيها طبعا الوقود التقليدي للي يحب، راح يكون فيها محطة للسيارات الكهربائية بكفاءة عالية، وراح يكون فيها محطة لتزويد سيارات بالهيدروجين الأخضر كمحطة نموذجية تشمل كل أنواع الوقود المتوفر حاليا. طيب على الجانب الآخر معاليك، يعني شفنا اتفاق أوبك، تمديد الاتفاقية لنهاية العام 2025 بالنسبة للتخفيضات، لتزال السلطنة كذلك يعني قائمة على تخفيضاتها الطوعية الخاصة بالإنتاج. اليوم إلى أي مدى هذا الاتفاق يعني يوفر مثل ما كانوا يتحدثوا وزراء الطاقة في المنظمة بالنسبة لكفاءة السوق وكذلك البقاء بالنسبة للأسعار؟ الأسعار اليوم إلى أي مدى كذلك بالنسبة للسلطنة تعتبروها في هذه المستويات والمستهدفات وكذلك الطاقة الإنتاجية الخاصة بكم؟ يعني هو طاقتنا الإنتاجية طبعا أعلى من الحصة اللي تم الاتفاق عليها. لا تنسي أن احنا خفضنا 3 مرات، التخفيض الأول المتفق عليه على مستوى الأوبك، الأوبك بلس، التخفيض الثاني طوعي كان مع بعض الدول المشاركة في الأوبك بلس، والتخفيض الثالث في نهاية العام الماضي تم دخل طبعا حيز التنفيذ بداية هذا العام، أيضا اتفاق داخلي مع بعض الدول المشاركة. احنا ملتزمين طبعا بـ3 اتفاقيات التخفيض.
الاتفاق الأخير كان أن الاتفاق الطوعي الأخير سيبدأ نبدأ تخفيف منه من الربع الرابع لهذا العام بنسب بسيطة جدا، بحيث أنه تعود الكمية إلى السوق إن شاء الله في العام القادم. لكن طبعا كل هذه الأمور تعتمد على العرض والطلب في نهاية المطاف. إذا لاحظنا أن الطلب في السوق لا يزال أضعف من التوقعات، بالإمكان الرجوع مرة ثانية وإمداد الخفض الطوعي الثالث لفترة أطول. في الوقت الحالي حسب الدراسات وحسب التوقعات أنه راح يكون في حاجة لضخ بعض الكميات اللي طبعا تيجي من الخفض الطوعي الثالث للسوق، لكن إذا الأمور تغيرت بشكل أكبر واضطرينا أن نحن نستمر، نحن مستعدين أن نستمر، ما في أي تغيير للنهج الأساسي. النهج الأساسي هو معادلة العرض والطلب. طبعا كان كثير من الانتقادات أن الأوبك بلس تستهدف الأسعار، وأعتقد اللي صار في الوقت الحالي يعني يوضح بشكل كبير أن الاستهداف ليست الأسعار وإنما موازنة السوق العرض والطلب على مدى متوسط وعلى مدى بعيد. في نهاية المطاف يجب أن نحن نوازن العرض والطلب، لأن إذا شفنا الطلب في المستقبل سيرتفع يجب أن نحن نبتدي نعمل استثمارات جادة لمواجهة الطلب المتزايد. التخفيض الاستثمارات راح يسبب مشكلة أكبر في المستقبل، لأن السوق ما راح يكون فيها مزود يفي باحتياجات السوق في الوقت المناسب. طيب السعر المرجعي للموازنة بالنسبة لي؟ ما في شيء، يعني بالنسبة للموازنة $60. نعم. يعني فلا يزال الوضع مريح. نعم. نسبيا، ولكن طبعا يعني نتمنى انه ما ينزل الى هذا المستوى لانه راح يكون الوضع صعب. لكن في كل الاحوال الموازنة مع وزارة المالية بالنسبة لوزارة الطاقة وبالنسبة للأوبك بلس، احنا مهمتنا هي معادلة السوق، وطبعا نحاول بقدر الامكان انه ما ياثر كثير على الاسعار.